يعني انا بالنسبه لي حط 25000 دولار باربع دقائق على الانتخابات، اعوذ بالله. انا زياد ابي شاكر مرشح على لائحه لوطني بدائره بيروت الاولى. بدك تمشي على سقف الانفاق الانتخابي حسبناهن انه بيطلع لك شيء 64000 دولار. 64000 دولار هذا سقف الانتخابي لبيروت الاولى. اذا بدك تعطيهم على التلفزيون ما بيشتروا لك 10 دقائق. طيب انت عامل بروجرام طويل عريض وبدك تحكي عن القضاء المستقل وبدك تحكي عن التغطية الصحية الشاملة وبدك تحكي عن التعافي المالي والكابيتال كنترول. اتصلت فيي ست من احدى التلفزيونات انه بنفتح لك الهواء 3-4 دقائق، قال 25000 دولار. ورجعت قالت لي بس هلا 25000، بكره بس تقرب الانتخابات بصير اكثر. قلت لها ممنونك على هاللفته الكريمه، بس بصراحه ضميري ما بيطوعني بهالايام. صارت تتوالى الاتصالات من محطات، من مواقع اخباريه، كله بده يعرف رايي بالدوله المدنيه وباسعار خياليه. قررنا انه اليوم ما رح فينا نوصل على التلفزيونات، خلينا شو تاني ميديوم أكتر شيء الناس عم بيستعملوه؟ التليفون، واتساب. وقررنا نعمل نخلق استوديو صغير بأوضة من هالمكتب اللي انت فيه، وبلشنا نعمل. هلا ولزي لما كنا عم نحكي معهم ومع ناس من الميديا قالوا لنا مش ممكن، مش يعني مش ممكن تقدروا تربحوا وتنجحوا وتوصلوا whatever يعني. بقى سمينا البودكاست ممكن. انه ممكن، كل شيء ممكن. ما انت اليوم كمرشحة في عندك سقف للإنفاق الانتخابي. طيب مين عم يجي يدقق فيه هيدا؟ طيب شفنا اليوم حملات إعلانات على الطرقات يقال إنها كلفت بمئات ألوف الدولارات. طيب مين إجا حسب إنه خي أنتوا كم مرشح عندكم؟ هل احترمتوا الإنفاق الانتخابي؟ ما حدا عم بيجي. هيدي مشكلتها هيك نوع من الانتخابات، وين دايما يلي بالسلطة ويلي هو مادد ايده على المال العام ومش تعبان بمصرياته بيقدر يرجع يجي يكبهم يعني.